يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثر في الآونة الأخيرة ما يسمى بمسيرات التخرج، وهي أن يسير الطلاب أو الطالبات المتخرجات أو الحافظين أو الحافظون لكتاب الله يسيرون أمام الحضور حتى يأخذوا أماكنهم في الجلوس ثم يتم تكريمهم، هل هذا الفعل جائز أم فيه مشابهة لغير المسلمين؟ لا أعلم فيه ما لا أعلم ما يمنع من ذلك، أنهم يريدون أن يرى حفاظ القرآن، يرى المتخرجون، ما في بأس إن شاء الله، يعني فيما أرى أنا لا أرى في بأس، نعم، لكن لا يلبسون ملابس الكفار، ما يلبسه الكفار ما يلبسون ولا يتشبهون به، مثل لبس القبعة أو حبة الرهبان أو ما أشبه ذلك، لا يجوز. بس هو لباس المسلمين، نعم.